ثم بنى المسجد في قباء. سبحان الله. ومسجد هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الدنيا، يريد الآخرة. أول ما يفكر فيه الإنسان إذا ارتحل إلى بلد، السكن، الفندق، المكان الذي ينزل فيه، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به بنى المسجد، مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام. ولهذا كان له فضل، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له أجر عمره. ثم بعد هذا بنى المسجد النبوي، ثم بعد هذا بنى حجرة. هذه الحجرة تستطيع أن تقول متر ونصف في متر ونصف، إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسجد وعائشة نائمة، لابد ترفع رجليها حتى يسجد. منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام، منذ أن قدم المدينة، وهذه الغرفة متر ونصف في متر ونصف إلى أن توفاه الله، جاءت الفتوحات جاءت الأموال، لم تتغير هذه الغرفة، غرفة لسودة وبجانبها غرفة لأم المؤمنين عائشة، لم تتغير هذه الغرفة. وسع المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسع المسجد النبوي، ولم يوسع الحجرات. لماذا؟ لأنه عابر سبيل، ما أراد الدنيا. ملكة سبا أرادت أن تختبر سليمان عليه الصلاة والسلام، أرادت أن تعرف هل هذا يريد الدنيا؟ إذا يريد الدنيا نعطيه الدنيا، يتركنا وشأننا، صحيح؟ فأرسلت إليه هدية، قال أتمدونني بمال؟ عرفت في هذا الوقت أن هذا الرجل لا يريد الدنيا، هذا يريد الآخر، إذا ما يمكن يقاتل. مفهوم إخوانا؟ بهذا ننتصر. لم يفكر إلا في بناء المسجد. إذن إخواننا، عمارة المساجد أمر مهم جدا. نعم. ثم بنى المسجد في قباء. نعم. ومسجد المدينة الغراء. المدينة وهو المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم بنى من حوله مساكنه. نعم. ثم أتى حجرة لسودة وحجرة لعائشة، اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين. نعم.